إضافة إلى أن السر يعتمد على الذاكرة التي هي نقص في المعرفة. السر يعتمد على الذاكرة باعتبار أن الذاكرة نقص في المعرفة ووسيلتها أيضا، وهي مرتبطة أشد الارتباط بالهوية. إنما يحكيه السالي وما يلتقيه من وقائع وأحداث من تلافيف الذاكرة هو ما ينسجم بالحبكة بوصفها معرفة تخيلية. ماذا نقصد بالمعرفة التخيلية؟ أي عالما لم يوجد بعد، وهي استعارة حسب بول ريكور، أي خلق واقع جديد يخرق كل شيء. الأدب، إن الأدب تعبير عن نقص في العالم وفي الواقع أيضا. والتخييل، التخييل تعبير عن موضوع نقص. والنقص حينما نقول النقص ليس في الآليات والوسائل، بل في الموضوع ذاته وفي الذات نفسها. جوهر التخييل حسب أستاذنا الدكتور عبد الرحيم جيران هو عدم التناسب بين الوسيلة والتصور. وحينما نقول عدم التناسب بين الوسيلة والتصور، أي ما ينبغي، فنقصد بالوسيلة أي ما ينبغي أن أكون عليه، ما أحلم أن أكون عليه في المستقبل. والغاية وهي الإخفاقات الشتى التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان، سواء في أسرته أو مهنته أو عمله أو غير ذلك. إذن فالتخييل هو وسيلة رمزية لفهم العالم والإمساك بهذا الواقع المتغير. وموضوع الأدب هو العالم نفسه. لو كان العالم واضحا لما لجأنا إلى التخييل، لما لجأنا إلى المعرفة. لا شك أن هذا العالم الذي نعيش فيه فهو غامض وملتبس يستدعي الفهم. سليمان بطل هذه الرواية استخدم وسائل معرفية وفنية من أجل القبض على العالم وفهمه. شخصيات الرواية ليست مجرد حكايات يرى من خلالها سليمان حكايته غير المكتملة وغير المفهومة. ومن ثم فالشخصيات لا تمثل الواقع في حرفيته بقدر ما تمثل نقصانه ومداخل لفهم ما لم تظهره سطوحه. إذن هذا هو المهاد النظري والإشكال الذي أثرت أن أفتتح به الرواية. الآن سأحاول أن أقدم قراءة موجزة للعنوان، قراءة في بنية العنوان. يحيل عنوان الرواية على بنائها الشكل الذي آثر اختياره المؤلف، فالحجر حينما يلقى في بركة يقع في الماء محدثا دائرة أولى، ولا شك أنها تترتب عنها 12 دائرة عبارة عن دوائر وتموجات، وهي عدد فصول الرواية. عدد فصول الرواية 12 فصلا، والعدد 12 يحيل مباشرة على عدد شهور السنة، أي على الزمن الفلكي الذي تحتل الشمس فيه المركز، بينما باقي الكواكب الأخرى ومنها الأرض تدور حولها. الآن سأنتقل إلى عنصر آخر وهو أحداث الرواية والانفصام التاريخي للبطل سليمان. تحكي رواية الحجر والبركة للروائي عبد الرحيم جيران سيرة روائي آمن بمستقبل مشرق وراهن على استقلال بلاده ونيل حريتها لتحقيق حلمه، لكنه أصيب بالإحباط وبخيبة أمل كبيرة حينما رأى عديدا من المثقفين والسياسيين يتهافتون على تحقيق مكاسب مادية شخصية على حساب مصلحة الوطن والمواطنين. وهذا الروائي هو سليمان الثنائي
الذي يعاني انفصاما تاريخيا مع ذاته. راجحة أشار إليها المؤلف وهي ماذا تعني سليمان الرجل الشمس، وهو الذي يرمز إلى إله الشمس رع، إلى إله الشمس رع. ولا شك أن هناك العديد من الأبحاث الأركيولوجية والأثرية لا زالت شاهدة على رسومات الإله رع وتمثلات المصريين القدامى حوله. فالإله رع حسب الأسطورة فهو رجل. واختلاف الفصول الأربعة، لم يقتصر المؤلف على خلق هذه الشخصية من ورق،